بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. قلنا ذكرنا الآية الكريمة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وينهم اللي يسمعون الأمثال القرآنية؟ وينهم؟ يسمعوها ويعتبروا ويأخذوا درس، لأن الله يلقي المعلومة في إطار هذاك المثل هذاك، ماهوش اللي يجي يتكلم راهو يجي من استخفاف. وخاصة اليوم مركزتوا القرآن وشلكتوه، مرنا حتى رائحة تاع جد عندكم يمن تدعون القرآن، وبرش منكم من جماعة صلعم والدنيا متغرة، وذاك علاش مسخوطين وأذلاء أكثر من الأذلاء العالميين، رغم اللي أنت مشهور بعلوم القرآن ومشهور بتفسير القرآن، وأنت لا تعلم شيئا مما قصده الرحمن من خلال القرآن. كتاب عربي، كتاب مفصل، كتاب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واقرأ ما شئت عن مزايا القرآن لعلك تعي بعد ذلك أن الرحمن لا يقول إلا ما ينفع الإنس والجن، والكون بالتمام والكمال. والسلام.